دلوقتي كابتن عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، يعني مشرفني ومنورني والف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن يحيى، ومبروك لمصر وللعرب والافراح. لا صوتك مش فرحان كده يا كابتن؟ لا والله ولا فرحان بزياده؟ يعني الحمد لله. لا الحمد لله طبعا، لا احنا مجهدين جدا يعني طبعا، يعني الاستريس اللي كنا فيه لان احنا بفضل ربنا احنا من ساعه ما جينا وشغلنا كله في السنين اللي فاتت مش جايين علشان نعمل تمثيل يعني نشرف ولا صحيح ناخد خبره ولا نعلي مستوى، لا احنا جايين عارفين ان التايكوندو تاريخه كله ميداليات اولمبيه وميداليات عالميه، واللاعبين تعبوا وحققوا الدورات والمجالس اللاعبين، فكان حمل تقيل جدا علينا ان احنا مش جايين يعني نعمل مستوى مشارك في الكلام ده، جايين عايزين نعمل ميداليات او ميداليه. فطبعا حمل على الولاد وعلى الجهاز الفني وعلى المدربين وعلينا احنا كلنا. بس الحمد لله المجهود والتعب والتخطيط يعني وحسن النوايا قبل اي حاجه وتوفيق ربنا طبعا فوق الكل، الحمد لله وفقنا بانجاز تاريخي يعني مش ميداليه واحده بفضل ربنا، لا اثنين وكمان مش اثنين وبس، لا هدايه عملت معجزه انا بعتبرها في الرياضه معجزه طبعا، لان معروف ان اي لاعب في اي لعبه اعلى حاجه عنده في حياته البيك بتاعه في الانجازات ان هو يجيب ميداليه في الاولمبياد، فلما بيعمل كده خلاص بيهبط. فاحنا الحقيقه يعني عندنا بطلنا كرم جابر اللي حقق ميداليتين ده اسطوره صحيح، هدايه غير انها اول يعني سيده مصريه عربيه محترمه ونموذج للمراه المصريه الصغيره الشابه الجميله شالت علم مصر لاول مره، كمان هي اول واحده تحقق ميداليتين في اثنين اولمبياد مختلفتين ورا بعض صحيح، فده يعني فضل كبير من ربنا وانا بشكر طبعا يعني المجهود الكبير اللي عمله الجهاز الفني والمدربين الخبير الاجنبي اوسكار وكابتن اسامه السيد وكابتن محمد مجدي ودكتور حسن كمال اللجنه الطبيه، وطبعا الشغل ده مجلس اداره الاتحاد المصري للتايكوندو تعب في مجموعه اشتغلت سنين وتحملنا كتير يعني، وعلى راسهم كابتن ايهاب جابر رئيس اللجنه الفنيه اللي ورا الشغل والتعب ده طبعا، والحاج احمد سلطان وكابتن محمد منير والكابتن كريم شبانه والعميد خالد محمود، الحقيقه مجموعه اجتهدت تعبت وتحملت يعني. هو طبعا انا مش بقول الكلام ده مجامله ولا اعلام ولا حاجه، ولكن انا احاديثي كلها قبل لا ده كلام كله يا كابتن عمرو على ارض الواقع يعني. لا انا قلت ان الدوله المصريه ما دخلتش علينا، انا طلعت اكتر من مره قبل اللعب وده كانت مسؤوليه كبيره على 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 عليا انا شخصيا ان انا صرحت وقلت الدوله المصريه ما دخلتش علينا بحاجه صحيح صرفت وعملنا معسكرات وسافرنا وصرفنا وانا قلت الكلام ده وكانت كل ثقه في ربنا ان ربنا مش هيكسفنا لان احنا اجتهدنا وكانت النيه مخلصه. انا بشكر يعني الدكتور اشرف صبحي وبشكر المهندس هشام حطب اللي هم على راس المنظومه الرياضيه وهم معانا هنا في الاستاد على فكره من بدري وحضروا اغلب الماتشات وكانوا بيشجعوا وبينفعلوا الحقيقه الجو، وساعات السفير سافرنا في اليابان السفير ايمن كامل الحقيقه، لا يعني مجموعه كانت سبورتنج جدا وموجوده معانا الحمد لله، وبدع ربنا ان تبقى فتحه خير وبقيت ان شاء الله ابطالنا الجمال يحققوا ان شاء الله يا رب. التفوق ده يا كابتن عمرو اللي حضرتك بتتكلم عليه سواء في مع هدايا ملاك او مع سيف، التفوق اللي باين للناس كلها ده بيقول ان كان في استعدادات قويه جدا، كان في استعدادات مختلفه جدا للتايكوندو بالذات. حقيقي بس انا عايز برضو اقول ان قبل ما انسى برضو لان ده حقهم بطلتنا الجميله نور حسين وبطلنا عبد الرحمن وائل اللي هم لعبوا امبارح واول امبارح، دول خبراتهم مختلفة عن سيف وهداية أكيد، وإعدادهم أقل من سيف وهداية، سيف محقق برونز في أولمبياد الشباب قبل كده وهداية محققة طبعا في الأولمبياد اللي فات ليهم خبرة معينة، الأبطال دول لو حضراتكم كنتوا بتتابعوا واتفرجتوا أو الجمهور المصري العزيز لو كان اتفرج عليهم دول مقاتلين يعني، دول في منهم اللي كسب وخسر بعد كده وفي منهم اللي كان ند قوي الاثنين خسروا بفرق نقطة مع أبطال عالم مصنفين أعلى منهم يعني، هم تصنيفهم 16 و18 هدايه وعبد الرحمن كانوا بيلعبوا الرابع والثالث او الرابع والخامس وكانت فرق نقطه وده جيل صاعد غير اللي احنا بنعده كمان، فانا الحقيقه بس قبل ما انسى الحقيقه دول عمل مجهود كبير وطبعا الحظ ما وفقهمش بس هم على اول الطريق يعني.
يعني انا انت موجود هناك واكيد شايف الناس وشايف كل الناس اللي بتشجع والناس كلها اللي فرحانه. شعور بقى هدايا وسيف الاثنين اللي بيحققوا اول ميداليتين في طوكيو 2020 لمصر، يعني عايزك تنقل لي وتنقل برضو للساده المشاهدين. لا احنا باختصار احنا كلنا عيطنا، رجاله وشباب وابطال ومدربين ورئيس اتحاد، يعني احنا كلنا عيطنا. احنا يعني لا احنا كان الحمل كبير بس مش كبير على مصر. صحيح. الحمد لله الحمل تقيل وكبير، واحنا زي ما قلت لحضرتك احنا مش جايين نعمل تمثيل او نخوض يعني خبره ولا لا، احنا عارفين احنا عندنا ايه وهنكمل ازاي، والحمد لله احنا اضفنا واضفنا اضافه كبيره، ومصر تستحق اكتر من كده الحمد لله. ان شاء الله، ويعني ودايما كده عايزين نبارك ودايما مبسوطين، وان شاء الله البعثه المصريه بشكل عام يكون عندنا ميداليات تاني باذن الله. بشكرك ومبروك ومليون مبروك للتايكوندو ولكل البعثه المصريه، شرفتني ونورتني كابتن عمرو سليم. مبروك حضرتك. فضل. وارجو قبل ما اقفل برضو طبعا يعني انا مش محتاج اقول كده، ولكن الفتره اللي فاتت السنين اللي فاتت مصر فيها طفره رياضيه كبيره. صحيح. وده برضو مش كلام اعلام ولا سياسه ولا الكلام ده. لما يبقى رئيس الجمهوريه بينزل قصادنا يجري وراكب العجل ورياضي وبيفتح المنشات الرياضيه الجديده وموجود في البطولات الدوليه اللي بتتعمل في مصر ولابس الرياضه على طول، يعني في طفره وفي حماس وفي شغل جامد بيتعمل يعني. اكيد. واحنا طبعا يعني اقل حاجه ان الميداليتين دول الاتحاد المصري للتايكوندو يشرفنا ان احنا نديها للرئيس السيسي يعني. بشكرك ومبروك ومليون مبروك، ودايما كيف تقدم لعبه التايكوندو. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو من طوكيو. وقد ايه الفرحه وقد ايه الناس مبسوطه وقد ايه الناس فرحانه، يعني كلمته ان احنا كلنا كنا بنعيط بعد ما هدايا ملاك وسيف عيسى بيحققوا ميداليات، دي كبيره جدا، واعتقد ان كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين، ولسه ان شاء الله مستنيين كتير من البعثه المصريه باذن الله. مليون مبروك تاني لسيف عيسى، مليون مبروك تاني لهدايا ملاك.